رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا محمد علمنا الأخلاق كيف نصلي وكيف نصوم للمولى الرزاق جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك أبو بكر الصديق رضي الله عنه طبعا كان موجود على وجه شبكة العنكبوت والحمامة النبي عليه الصلاة والسلام بقدرة الله عز وجل لا حريق أبو بكر الصديق ولا ينسق الشبكة. فلما جاءت قريش وصلوا هنا وجدوا أن الشبكة العنكبوت غير مقطعة والحمامة لم تقوم بشها، فقالوا مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون. فصار قريش بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام
وبنى لهم المسلمون بيت في المدينة المنورة. هذا لأن سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صباه لرسول الله محباه. بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام.